بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدى هؤلاء إلى الإسلام، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بثباتهم في هذا الدين الحنيف، يلقونهم بكلمته التوحيد بلغتهم يوم الذي يسمى يوبا، فهم كلهم يلقون كلمة الشهادة بهذه اللغة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتهم في هذا اليوم الجمعة الذي وافق بالخامس والعشرون من شهر ربيع الآخر 1443. هذه قرية تسمى دار كرب، وقد وافق اليوم بالميلاد ب 28 من شهر الأول جانفيه 2022، يبين لهم بهذه اللغة على أن الله لا شريك له، وأن الله هو الواحد لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. فهذه التفسير هذه الكلمة بلغتي يوم. نسأل الله أن يتقبل وأن يجعل هذا العمل خالصة لوجه الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله.